نادت عليك ملائكة الرحمن. نعم نعم يا عم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. وتعرفنا على الأرض
القيم. الله يا ابن الغالي. الله على الاحكام يا اخي. الله يا ابن ملك الفن كله. وانت طالع ما على بيت. قول هنا بقى، قول هنا شويه بقى، قول قول هنا قول. وانت لسه فيه. ايوه يا عم الحاج. ايوه يا عم. عين يا رب، عين يا رب. ربنا طول شويه في الايتين دول، وحياه ابوك طول شويه في الايتين دول. الله. وتوفنا مع مين؟ من فوق. من السماء يا اخي، من السماء يا اخي. انت ساعه ونص على المغرب. مش الابرار دول في السماء يا اخي؟ الناس عايزه تسمع. قول. ولا تخزينا يوم القيامة. يا عيني على الجمله، عيني على الجمله يا سيدي. ربنا ونعم الوقف يا مولانا. وكفر عنا ايه؟ وكفر عنا ايه يا مولانا؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. حلو يا حلو يا حلو. وتوفنا مع الملائكة. هتيجي اهي، والله والله هتيجي اهي، والله هتيجي اهي. وتوفنا مع الملائكة. اوه كمان، والنبي يا اخي، والنبي كمان. Yeah.
انت عليك لسه شويه. والنبي يا مر... والنبي وتوفنا مع الابرار يا اخي، والنبي ادعي ربك يا اخي، والنبي والنبي شغل العالي الكبير دي مش يحرمنا منه. او النبي الشيخ محمود بيقول الشيخ انور ابويا الله كان هنا أيه. وقال الشيخ انور ابويا واحنا عارفين وغلاوه ابنك عندك كمان، وغلاوه ابنك محمود عندك يا اخي. صلي على الحبيب. ربنا اغفرني كبير الأداء والمقام. قول ايوه هنا يا مولاي. الجوابات اللي تهدي الاعصاب دي والنبي والنبي انت دخلتها لي الراجل ده كان حبيب ابوك يا مولانا، حبيب ابوك والله الراجل ده، والله الراجل ده حبيب ابوك وحبيب ابوك حبيبك يا اخي. الخلق يسجد عند بابك اجمعوا والكل يا ربي لامرك يخضعوا. بسمك اللهم قد قبر الاذان داويا الله اكبر والبريه تسمعوا. وهكذا اخوتنا اخوه الايمان والاسلام عشنا في رحاب هذه التلاوه القرانيه العطره المباركه والتي تلاها على مسامع حضراتكم ذلك بالعلم ابن العلم والإزاعي ابن الإزاعي فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور قارئ جمهورية مصر العربية الأول. تكريما إلى الوالد الراحل رحمة الله عليه لعمدة الحق العربي إبراهيم سليم، جينا مشاركة إلى الأسرة الكريمة جميعا، أستاذ خالد العربي، أستاذ هاني العربي، حاج فاروق سليم، حاج محمود سليم، أستاذ حاتم عبد المنعم دسوقي، مدير العلاقات العامة بالكهرباء الإسماعيلية، أستاذ السيد دسوقي، سيد المستشار محمد أحمد سليم، أستاذ محمد محمود سليم، أستاذ أحمد محمود سليم، حاج مسلم أبو صفيح، وجميع آل سليم جميعا
تقدمون بخالص شكر التقدير الى كل من اتى ليقدم واجب العزاء الى الاسره الكريمه. وقد هذه التلاوه حول ياسين المذاكر الصوتيه ويجب بلغنا ان نتنقل عبر محافظه جمهوريه مصر العربيه اولاد العربي المهندس سامي العربي عزبه جادو الابراهيميه بصوره ضيافه وفراشه العميد حاج محمد ابو جباره الابراهيميه ولاد الاماره محافظه التنزيه الكبرى وللحد رمضان عطيه حبش الابراهيميه بس الهواء والتصوير العبقري علي بدوي صفوف ضرب نجم وعاشم على شحات مهندس عمرو صقر واشكر ايضا مهندس العالم القراني الشيخ محمد مجدي حسنين كابتن وليد عرفه الشيخ منصور ابو عياده الذين اتوا جميعا مشاركين الاسره الكريمه في نيل التكريم الاب الرحيم. الى هنا تعرف رساله على هذا المكان عندك رقم بعض السيادة العشاء مباشرة أتوكم في رعاية الله وأهله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.